وإلى متابعة جولتنا الإخبارية، حيث قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية أنه سينتهي بعد يومين من وضع الشروط الجديدة والمقترحات النهائية في قانون الانتخابات الجديد. وأوضح أن هناك شروطا جديدة سيتضمنها مشروع قانون الانتخابات لأول مرة، من بينها المتعلقة بجنسية المرشح لانتخابات الرئاسة، مضيفا أن مشروع القانون الجديد سينص على ألا يكون المرشح للرئاسة قد حمل هو أو زوجته جنسية أجنبية. وأشار إلى وجود مقترحات أخرى تتعلق بجنسية أبناء المرشح، وهي ألا يكون أي منهم يحمل جنسية أجنبية، إلا أنه لم يؤخذ بتلك المقترحات التزاما بنص الدستور. وأوضح أن المقترحات الجديدة تهتم بالصحة العامة والنفسية للمرشح، وأن يكون لائقا من الناحية الجسدية والنفسية وحاصلا على مؤهل عال. وقال أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية سيقر القانون الجديد بعد عرضه على قسم التشريع.